في جزء مثلا عملت عليه تعديلات، فانا عايز اعمل كلاود عليه ان الجزء ده فيه تعديلات، فهاجي هنا في الانوتيت واقول له ريفيجن كلاود. ريفيجن كلاود، ريفيجن كلاود عباره عن ايه؟ بعمل كلاود على الحاجه اللي انا عايز اقول ان فيه تعديل او ريفيجن جديد او فيه حاجه معينه. طيب بعد ما عملت الريفيجن دوت تمام، وخلينا نعمل ريفيجن تاني مثلا في الجزئيه ديت، ويكون مثلا العمود ده اتضاف جديد. طيب عايز اكتب على الكلاود ده، عايز اكتب عليه، فاقول له تي جي واجي اكتب عليه، هيقول لي لازم تحمل تاج للريفيجن كلاود، لازم احمل تاج للريفيجن كلاود، فاقول له يس وابدا احمل بقى التاج بتاعي. اي تاج بقى في الانوتيشن، هروح هنا تاج وتاج واروح اقول له ايه ريفيجن كلاود او ريفيجن تاج. طيب وخلينا دوت برضو هقول له ايه ريفيجن 1. طيب لو انا علمت على الريفيجن دوت ممكن ابدا اختار من القايمه دي، هو هنا ما عنديش غير ريفيجن واحد بس. طيب لو انا عايز اغير اكتر من ريفيجن، هروح فين؟ اطلع على قائمه فيو، اطلع على قائمه فيو واخش على ريفيجنز دي، بقول له مثلا ان انا عندي اكتر من ريفيجن حصل قبل كده، فاقول له ريفيجن، هنا عندي ريفيجن واحد بس، اروح قايل له بقى ان انا عايز ازود اد. طب انت عايزه بيشتغل بالارقام ولا بالفابيتك؟ اه ممكن تخلي كله مثلا بالالفابيتك. طب والتاريخ؟ طب الريفيجن تقدر تكتب الريفيجن اللي انت عايزه. طب الاشيو باي اشيو 2، مين اللي عمل الريفيجن ومين اللي هيروح للريفيجن دوت، ولو حاجه خلصت خلاص مش هستخدمها تاني بعلم عليها صح. طيب يعني انا ممكن اجي هنا في الديت وادي له تاريخ مثلا معين. وهكذا. طيب النمبر والالفابيتك، النمبر دوت ممكن اخليها اجي هنا في النمبر وراح اقول له انا هبدا برقم واحد، ممكن اقول له لا انا هبدا برقم اثنين او ثلاثه. بريفكس هحط كلمه قبليه او حرف قبليه وحرف بعديه. ولو انا هشتغل بالالفابيتك دي الحروف ممكن تشيلهم وتخليها بالعربي، الف الف ب ت س كده، ابجد هوس حطي كلبون سافس قرشت، يعني ممكن نحط الحروف اللي احنا عايزينها. اوكي. طيب يبقى انا لو جيت وقفت هنا ممكن اقول له انا عايز بقى ايه ريفيجن 2 ريفيجن 3، فيبدا يجيب لي الريفيجن اللي تحت. طيب وهنا برضو نفس الكلمه، ممكن اقول له ده ريفيجن مثلا 2، فجابها لي ايه، لان احنا لما دخلنا في الفيو ريفيجنز تمام انا خليت اول واحد ايه وبعد كده واحد ايه وبعد كده 2، ممكن عشان ما نتلخبطش اخلي ده مثلا نمبر فيبقى 1 2 3، او نخليهم كلهم الفابيتك. تمام. طيب يبقى انا لو انا عايز اعمل اي كلاود على اي حاجه اروح انا لل انوتيت واقول له ريفيجن وابدا احط الريفيجن اللي انا عايزه بالشكل دوت. نقدر نرسمه على اي دايره، نقدر نرسمه بشكل غير منتظم زي ما احنا عايزين. طيب انا عايز اعرف ليفل 1 ده موجود في انهي شيت، عايز اعرف ليفل 1 ده موجود في انهي شيت، فهنزل تحت كده ولا هو كاتب لي ان ده الشيت نمبر بتاعه A102 تمام A102 الريفرنس شيت. طيب خلينا ننزل كده لل A102 A102 اهو، ده ليفل 1 كاتب لي اهو ان ده ريفيجن B وده ريفيجن C. طيب انا عايز بقى الشيت نفسه يبدا يظهر فيه الريفيجن 2 والريفيجن 3 ظاهرين اهم، هو اوتوماتيك لقط الريفيجن اللي موجود في قلب اللوحه وحطهم. طيب لو هو مش حاططهم باجي هنا في الخصائص اللي في الجنب بلاقي عندي حاجه اسمها ابيرنس ان شيت ليست، هتظهر في شيت ليست ولا لا لو انا عملت شيت ليست. في عندي ريفيجن اون شيت اعلم عليه ويبدا بقى ايه يقول لي الحاجه اللي انت عايزها تظهر تعلم عليها صح، اللي مش عايز تظهر شيل العلامه من عليها. تمام، فهو حاطط الثلاثين دول اجباري لانهم موجودين في قلب اللوحه. لو انا حطيت ده كمان هيضيفها رغم انها مش موجوده في قلب اللوحه. تمام،
طيب ناس تعملها كده ونشوف لو في مشاكل موضوع الريفيجن دوت. ده بخصوص الايه الريفيجن كلاود، ده بيسهل عليا الشغل ان انا ايه ابقى عارف ايه الحاجات اللي اتعدلت، بدل ما ابعت اللوحه ما فيهاش ايه التوضيح ايه اللي انا عدلت عليه، بعمل كلاود بالحاجات اللي انا وضحتها. طيب مثال على التعديل على فاميلي، لو انا عايز اعدل في فاميلي هنا دي تاج، التاج ديت ممكن ادخل هنا ايديت فاميلي واشوف هو بيقرا ايه واعدل عليها. مثلا الخطوط دي مثلا انا مش عايزها، ممكن اشيلها، ممكن ارسم انا لاين واروح راسم ايه دوريه مثلا ايه بالشكل دوت. طيب ممكن انا اضيف ليبل، كل ده تعديلات على الحاجه اللي موجوده. ممكن اقول له انا عايز اضيف ليبل اهو، والليبل دي مثلا ممكن احط ريفيجن واحط ريفيجن ديت واحط ريفيجن ديسكريبشن وريفيجن نمبر والمارك، كل الكلام دوت ممكن احطه في قلب الحاجه، بس هخليهم ايه كل واحد فيهم في السطر. انزلها بقى شويه كده تمام. ده مثال ان انا ممكن احط كل المعلومات، بس انا طبعا بحط المعلومات اللي انا محتاجها بس. هنا بقى يكتب لي الرقم، وبعد كده يكتب لي الريفيجن رقم كذا والتاريخ والريفيجن 2 وبي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها، اللي هي عباره عن ايه الريفيجن والريفيجن ديت والريفيجن ديسكريبشن والريفيجن نمبر والمارك والايشو 2 والايشو باي والحاجات دي كلها تمام. كل حاجه كل اللي موجود هنا اقدر ادخل اعدل عليه، يعني ممكن ادخل اعدل على الكرسي وعلى الترابيزه او اعملهم من البدايه والحاجات دي هنشوفها مع بعض باذن الله. طيب في الشتات في حاجه برضو كويسه، ان انا ممكن اجي هنا واروح لقائمه فيو وبلاقي عندي حاجه اسمها جايد جريد. جايد جريد عباره عن ايه؟ جايد جريد اهي عباره عن شبكه عشان انظم المسافات بين الحاجات. يعني الفيو دوت مثلا انا ممكن ايه عايزه مثلا هنا من اول هنا، وعايز ده يكون مثلا تحتيه، فاخده هنا مثلا ايه واحاول اخليه محاذاه. يعني بيساعدني لو انا عندي اكثر من فيو صغير اقدر اخليهم كلهم مع بعض. ده ريفيجن، ده اسمه جايد جريد. جايد جريد اقول له في في وادخل هنا في الانوتيشن كاتيجوري واروح رايح ل جايد جريد، عندي جريد وجايد جريد. لو انا شلت دوت خلاص هو بيختفي. طيب لو رجعت تاني ممكن اعمل عليه سيلكت وابدا اشوف المسافات المربعات دي، بدل ما هي 25 ممكن اخليها مثلا 50 تمام، فتبدا المربعات تبقى اكبر حسب ما انا محتاج. ممكن اخليها مثلا 20، اقدر اتحكم في المربعات ديت، ممكن اجي هنا اتحكم فيها بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعدل في اللوحه ديت مجرد اضغط عليها بيطلع لي اكتف فيو. اكتف فيو كده كان انا فتحت اللوحه ديت وبدات اعدل عليها، اقدر اعدل عليها. ممكن ادخل هنا تلاقي الخصائص اصلا اتفعلت معايا، الخصائص اللي تحت ديت اقدر اقول له مثلا لا انا عايزها شدد، انا عايزها مثلا فاين، انا عايزها 1:50 مثلا وهكذا. فكل الحاجات اللي انت عايز تعدلها تقدر تعدلها عادي بمجرد ان انت تعمل اكتف فيو. خلصت هتقول له ايه دي اكتف فيو، فتقدر تعدل عادي. طيب الخط دوت ممكن اقف عليه كده وابدا احركه شويه. طيب لو انا وقفت على الشكل دوت بيديني امكانيه ان انا اصغر دي واكبرها، ممكن اخليها مثلا لحد هنا. طيب ممكن ادخل هنا في الايديت تايب الخاصه بالتايتل واقول له مثلا ايه انا عايز، ساعات بيبقى في اكثر من نوع، تبدا تختار الفاميلي اللي انت عايزها. ممكن تدخل تعدل في الفاميلي دي وتكتب شكل تاني، يعني انا عايز اعدل في الفاميلي دي اللي هي بتاعت الشكل دوت بس انا مش لاقيها،
ده بيحصل كتير في بعض الحاجات كده، بتحاول تعدل في حاجة وما تلاقيهاش، فهاخد اسمها، اخد اسمها وانزل تحت الفاميلي، غالبا هتلاقيها في الانوتيشن، هقول له سيرش واقول له دور لي عليها، فلاقيها موجودة في الانوتيشن. طيب اقدر امسكها كده واقول له ايه، انا عايز اعمل ايديت، ففتح لي الفاميلي، بيقول لي ان دي الفيو نيم ودي الفيو سكيل وده الدورية والرقم الواحد والحاجات دي. لو انت مش عايز دورية مثلا الغي الدورية مثلا ديليت، عايز ترسمها مربع، ترسمها معين، ترسم اي شكل بسيط، لاين، وابدأ ارسم الحاجة اللي انت عايزها. الفيو نيم ممكن تدخل هنا اديت، وبدل ما فيو نيم تقدر تختار الشيت نيم، الشيت نمبر، الفيسز، الفاميلي اند، يعني تقدر تختار اي حاجة من الحاجات ديت. الفيو سكيل برضه ممكن تقول له ديليت وتشيله خالص، او تعمل له حذاء يمين شمال، تكبر الفونت بتاعه وتصغره وتخليه لونه مختلف، تقدر تعدل في الفاميلي دي زي ما انت عايز. لود انت بروجكت، هتلاقي تعدلت هنا وتعدلت هنا كمان في نفس الوقت. طيب في حد عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله؟ جو. طيب لو انا عايز اعمل شيت ليست، شيت ليست يعني بكل الشيتات اللي موجوده عندي في المشروع عايز احطهم في جدول، ميزتها ايه؟ ان انا ممكن اعمل شيت واحط فيه كل الاسامي الشيتات. هروح انا للسكادول ورايت كليك واقول له شيت ليست، وابدا بقى من الشيت ليست دي اختار ايه الحاجات اللي انا عايزها في الشيت ليست. غالبا مثلا محتاج الشيت نيم، الشيت نمبر، درونج باي، ديزاين باي، الكرنت ريفيجن، الكرنت ريفيجن ديت ممكن ناخدهم كلهم. واقول له اوكي، هو كده عمل لي الشيت ليست بالشكل دوت. تقدر في اي لحظه اي معلومه ناقصه عندك تقدر تعملها تزودها. مثلا هنا ممكن تكتب مثلا زين باي ادم مثلا، ما اعرفش من ادم، ده باسورد. تمام. طيب بعد ما عملت كده اقدر مثلا اجي في اي شيت فوق وابدا اسحب الشيت ليست دي من هنا لهنا. الشيت ليست ديت ممكن تجي من كل واحده فيهم تبدا تكبر فيها بحيث انها ما تكونش فيه كلمه مزنوقه بالشكل دوت. إيه كده لما هتصدر كل لوحه دي هتصدر ايه كلوحه اوتوكاد. طيب عايزين نصدر الشيت ليست دي على هيئه اكسل ونصدر اللوحه على هيئه اوتوكاد او بي دي اف، فانا هقول له فايل واقول له اكسبورت واقول له انا عايز اصدرها كريبورت سكادول، فهو هيصدرها ملف تي اكس تي على الديسك توب، شيت ليست دوت اكس تي سيف. بيقول لي انت عايز التايتل اللي فوق ده يصدر ولا لا، ماشي. الكولوم هيد اللي هي شيت نيم وشيت نمبر هتصدرها ولا لا، الجروب هيد لو انا دمجت اتنين مع بعض هنشوف مع بعض الجروب هيد ديت. طيب الجروب هيد يبقى انا مثلا ممكن اعلم على كل دول واقول له ايه انا عايز اعملهم جروب فوق، يعني بعلم على حاجات كده واقول له جروب، فبيضيف لي خانه فوق بتجمع الكلام اللي بينهم، يعني دي مثلا باي ودي كرنت ريفيجن. طيب تعال نشوف الملف الاكسل اهوت. كل اللي انا اعمله انا افتح الاكسل واقول له افتح لي الشيت ليست دوت، فهو بيفتحه في الاكسل عادي. اقول له نيو اوبن براوس، هو انا بدور على الاكسل هقول له لا انا عايز كل الملفات حتى لو مش اكسل، واقول له خش على الديسكتوب. واقول له افتح لي الشيت ليست. خلاص هو كده فتحه، فتقدر تسيبه تقول له سيف
او سيف از اوتوكاد، خلاص سيف از اكسل، سيف از اكسل شيت ليست، خلاص ونال خلاص هو سيف ك اكس ال اكس. طيب لو انا دلوقتي بقى ايه رجعت تاني للريفت وعايز اصدر كاوتوكاد او كبي دي اف، خلينا نصدر ك اوتوكاد الاول. طب الناس تجرب تصدر اكسل كده، كان اكسبورت اكسل طيب عايزين نعمل فاميلي كده مع بعض. طيب عايزين نبدأ نعمل فاميلي مع بعض. طيب عشان اعمل فاميلي هقول له فايل واقول له نيو فاميلي وابدأ اختار بقى الفاميلي اللي انا عايزه. كل فاميلي بيبقى فيها بعض الحاجات اللي تساعدني في الشغل، تمام؟ يعني لو انا عايز مثلا حاجة خاصة بالكولوم هلاقيه حاطط لي بس بعض الخطوط اللي تساعدني في رسم الكولوم. طيب خلينا اقول له جينيريك، جينيريك موديل، اختار جينيريك موديل العاديه خالص بدون ال، في حاجات بتبقى وول بيزد او سيلينج بيزد، اختار جينيريك موديل وبعد ما اخلص ممكن احولها لاي واحده عادي، ما فيش اي مشكله خالص. طيب هنا هو رسم لي خطين عباره عن ريفرنس بلان، حاجه بس تساعدني كده ايه في الشغل، ريفرنس بلين، تمام؟ دول خطين هيساعدوني في ان انا ايه ارسم حاجه، تمام؟ بس لما انا هشتغل وادخلهم جوه المشروع مش هيبانوا معايا، مجرد بس خطوط مساعده. طيب القائمه دي احنا شفناها كتير، اشتغلنا عليها في قلب الريفت. ليه؟ احنا لسه بنبدا، احنا وقفنا يعني اللي فات ده كان قصه ثانيه ودخلنا حاجه جديده، تمام؟ طيب هنبدا خالص، هقول له فايل نيو فاميلي، دي حاجه اسمها فاميلي تمبليت. فاميلي تمبليت بدل ما ابدا من الصفر، يعني انا لما لو انا بدات اعمل فاميلي بجرح خالص اضطر ان انا ارسم الريفرنس بلان، هو ساعات بيسهل لي شويه يديني بعض الحاجات. هختار بقى جينيريك موديل، بس جينيريك موديل، لا مش بروجكت تمبليت، فاميلي تمبليت. طيب هو مديني خطوط تساعدني في الرسم، هرسم حاجه صغيره خالص وبعد كده نبدا نشوف ازاي نطور. طيب انا عايز ارسم مثلا اكستروشن، ماشي اكستروشن. طيب خلاص اكستروشن يعني هرسم حاجه وهي هتبدا هبداها سمك بعد كده. طيب نشوف بس الفاميلي هتبقى عامله ازاي وبعد كده هنطورها مع بعض. تمام طيب. انا كده رسمت حاجه بسيطه خالص، لو شفناها في 3 دي اهي مستطيل عادي خالص، ماشي. طيب عايز ادخله في قلب المشروع،
خلاص هعمل مشروع جديد، نيو بروجكت، عندي فاميلي احطها في قلب المشروع، تمام؟ واحده واحده نبدا نطور الفاميلي دي لحد ما تبقى قريبه من الفاميلي بتاعت الفرنتشر، وممكن اخليها زي عمود، حاجات زي كده. الفاميلي دي هقول له لود انتو بروجكت وهحملها في المشروع بتاعي. لما تقف عليها هيقول لك ان دي جينيريك موديل، تمام؟ وبيبدا يديني المواصفات بتاعتي. طيب هاجي انا ارجع تاني للفاميلي بتاعتي. طيب انا عايز لما ارسم الفاميلي دي تكون ببارامتر، يعني اقدر اتحكم فيها بارقام وتكبر وتصغر من خلال الارقام. يعني عايز ادخل هنا الاقي رقم بيقول لي الارتفاع كذا والعرض كذا وهكذا. طيب خليني امسحها، اقول له يو ان اليونت، خلي اليونت هنا بالمليمتر. اوكي. طيب انا عشان اقدر اتحكم فيها هضطر ان انا ارسم خطين يساعدوني، مثلا ريفرنس بلان، اهو ريفرنس بلان الناحيه دي وريفرنس بلان الناحيه دي. رسمت خط يمين وخط شمال، وارسم برضو ريفرنس بلان فوق وتحت. طيب عايز اقول له بقى دايمنشن تاني تاني ولا في مشكله؟ تمام. طيب هرسم دايمنشن مثلا من هنا لهنا لهنا، تمام؟ واقول له ايكوال، ايكوال يعني خلي الاثنين دول قد بعض، بقى ده قد ده، وبرده هنا واقول له ايكوال، يعني الاثنين دول خليهم قد بعض برده. ماشي معايا الناس ولا في مشكله؟ في مشكلة؟ الايكوال مالها؟ في في موجودة في الفايل بروجكت واحد. لو طب خلينا نشوفها مع بعض في المشروع. لو انا هنا عندي مشروع اهوت ورسمت، جيت هنا قلت له ارسم لي وول اهو، ممكن لو رسمت وول ثانية مثلا او وول هنا، ماشي، وخلينا نحط مثلا باب. هو اوتوماتيك لما بمسك الباب هبدا اعمل مثلا دايمنشن، خلينا نرسم دايمنشن دي اي مثلا من هنا لهنا لهنا لهنا، ماشي، جاب لي علامه ايكوال. لما بدوس عليها بيبدأ يخلي المسافات كلها متساوية، تمام؟ يعني يخلي المسافة دي قد دي وهكذا، فهي بتظهر على طول أول ما بعمل دايمنشن من أكتر من حاجة. يعني ممكن أقول له مثلا دايمنشن بين الحتة دي والحتة دي والحتة دي، تمام؟ هو حاسس إن علامة ايكوال اهي، دوست عليها خلى لي دي قد دي، تمام؟ فهي موجودة في قلب المشروع في الفاميلي برضه. طيب هرجع تاني للفاميلي، وفكرتها بسيطة بس طول ما احنا يعني هتقدر تعمل بقى اي فاميلي انت عايزها. طيب انا خليت ده قد ده قد ده، طيب ممكن اعمل دايمنشن تاني من هنا لهنا، ودايمنشن تاني من هنا لهنا، والاثنين وده 1200 و1800، ممكن تخلي الاثنين زي بعض او تخليهم مختلفين. طيب هعمل سيلكت على دوت وهقول له انا عايز اديله رمز مثلا زي الاكس، فهدخل هنا لما عملت سيلكت على دايمنشن اداني حاجه اسمها ليبل، فادوس هنا واقول له ان انا عايز اعمل واحد جديد اسمه اكس. عملت سيلكت على دوت على الدايمنشن ودخلت هنا كريب بارامتر واديته اكس، وعندي حاجتين، يا اما تايب يا اما انستنس. تايب يبقى لما اعدل هيتعدل في كل النوع مره واحده، زي العمود مثلا لما بغير مره واحده العرض او الـ او الـ او الويتس والهاي والحاجات دي بتغير كلها مره واحده، هخليها طيب مثلا انستنس، يبقى كل واحد هيبقى لوحده. طيب وده ممكن تخليه اكس او تخليه واي، يعني لو خليته اكس بص حصل له ايه؟ خد نفس الرقم اللي فوق 1200 1200، او ممكن تقول له لا ده انا عايزها تبقى واي، تمام؟ فبقى اكس وواي، بقى ده مختلف عن ده، يعني لو نقلت ده غيرت ده هيتغير مع نفسه مش هيتغير فوق، بس كده. طيب لو قلت له كرييت وقلت له انا عايز ارسم اكستروشن، اقول له ارسم اكستروشن من هنا لهنا،
وابدا اقفل الحاجات دي، الاقفال ديت، اقفل الحاجات دي على اساس لما الرقم يتغير ده كله اتغير معايا، واقول له اوكي. طيب لو جيت هنا وقلت له 1200 دي خليها 1600، وال 1600 دي خليها 1200، ابلاي اوكي، الشكل اتغير. تمام. طيب خلينا نحمله في المشروع. بص الحجم بتاعه اتغير من غير ما حد يقرب منه. لو عملت عليه سيلكت ودخلت هنا في الايديت تايب هتلاقي الارقام بتاعتك موجوده بس معموله باليونت الغريبه ديت، فانا هقول له لا خليها بالمليمتر. ايديت تايب واقول له مثلا دي خليها مثلا 2000 ودي خليها 1000 مثلا. اوكي. فهتغير معايا دي الفكره بس كلها. خلينا نفهم الفكره وبعد كده نخش في التفاصيل بتاعت الفاميلي. الناس عملتها؟ الناس جربت تعمل فاميلي؟ عايزين بقى نحط بقى الاثنين ريفرنس لاين دول ونبدا نعمل. طيب نعملها تاني، نعملها تاني مع بعض. هنلغيها خالص. طيب انا هلغيها خالص اهوت، كنترول زد. طيب باشمهندس زينب، الفكره احنا فاتح فايلين، انت فاتح، انا فاتح الفكره كلها. احنا عايزين نفهم فكره ازاي اعمل فاميلي، يعني اعمل فاميلي في ملف وجنبيها المشروع، وبعدين فتحت ملف جديد بروجكت جديد، وبعدين سيفت هناك. الفكره كلها انا فاتح فاميلي ولما بعمل شغل بروح محمله جوه المشروع عشان نتعود ان احنا نتعدل في الفاميلي. لو اتقنت الفاميلي مش مطلوب منك انك تعمل فاميلي من الالف للياء، انت مطلوب منك بس ايه لما تلاقي فاميلي تعرف تخش تعدل فين. فرض ان انت ايه جالك شباك وانت شباك حلو بس عايز تزود عليه حاجه صغيره خالص، فبدل ما تقول لا الفاميلي دي وحشه انا هخش ادور على الفاميلي انا عايزها، هتخش تعدل عليه. مثلا من اخر حاجات مثلا سور مثلا، فانت السور ده فيه بس تشكيله صغيره، فانت ما فيش حاجه اسمها هبدا فاميلي من الصفر، بس تبقى عارف الفكره وهتدخل هتلاقي نفسك عايز تعدل بس خطين ثلاثه صغيرين. تمام. طيب الخطين دول هو اصلا بيبقوا موجودين في البرنامج، فانا كل اللي انا عملته ان انا رسمت ريفرنس بلان. ريفرنس بلان بتساعدني ان ارسم الدايمنشن بشكل سهل يعني. رسمته فوق وتحت ويمين وشمال. ريفرنس بلان. تمام. طيب هخش بقى على اليونت اظبطها. وهبدا اقول له بقى كرييت واقول له اعمل لي اكستروجن. اكستروجن يعني برسم حاجه 2 دي وهو بقى بيديها الانبساط بتاعها. اكستروجن بيقول لي اكستروجن ده من فين لفين؟ هقول له مثلا خليه مثلا ارتفاعه 2 متر. من الصفر لحد 2 متر فوق. فهبدا ارسمه بالشكل دوت. واقفل ده وده وده وده. قفلته ليه؟ بحيث ان لما يتغير يتغير معايا. لو في حد عنده اي مشاكل يقول. طيب هرسم بقى دايمنشن من هنا لهنا ومن هنا لهنا واقول له ايكوال، ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب اترسم واحد بس، هاجي هنا واقول له ايديت واكمل الدايمنشن وادوس في اي حته بره يخلص الدايمنشن، هقول له ايه ايكوال. طيب هو كاتب كلمه ايكوال هنا، انا عايز اعرف الرقم كام بالظبط. فلو بصيت في الخصائص بيقول لي ايكواليتي ديسبلاي ايكواليتي تكست، اقول له لا ده انا عايز الفاليو، فيعرض لي الرقم بالظبط. وهنا برضه اقول له انا عايز الفاليو فيعرض لي الرقم بالظبط. اعمل بقى دايمنشن جديد من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب ده الرقم ده ثابت فانا عايز اقدر اتحكم فيه لما احمله في المشروع. اعمل سيلكت على دوت واقول له اقول له خلي ده مثلا اكس، واقول له ده خلي ده مثلا واي. طيب لحد كده الناس تطبق، لحد كده الناس تطبق ونشوف المشاكل.
انت بتعمل انت دلوقتي عايز ترسم كرسي او ترابيزه او اي فهم في الدنيا كلها، تمام؟ لو جيت تبص كده في اي مشروع، دي فاميلي ودي فاميلي ودي فاميلي ودي فاميلي، تمام؟ الترابيزه نفسها فاميلي، كل ده فاميلي. انت هتعرف ازاي تفهم ازاي تعدل بعد كده. يعني لو مسكت كرسي زي كده ودخلت، ايوه هي دي اللي احنا بنتكلم فيها المبادئ. واحده واحده هنعرف ازاي نحمل فاميلي زي ده، تمام؟ ازاي نعمل فاهم زي دي؟ ازاي نعمل حاجه زي كده؟ انا شو بعمل بالعادي؟ العادي ان انت بتدور على اقرب فاميلي من الحاجه اللي انت عايزها، تمام؟ يعني الكورس ده عجبك بس من غير دي هتدخل تلغي وتعدل فيه. ايوه ما بعمل، ما احنا لا احنا عايزين ايه؟ نفهم كونسبت ازاي. لو انا عايز ابدا من الصفر ابدا، بس لما تيجي تبدا في اي مشروع بشوف اقرب فاميلي من اللي انا عايزها، تمام؟ وبعد كده تقدر توصل بقى ان انت تعرف تعمل كل الفاميليات. طيب خلينا نكمل. طيب انا عايز اخلي ده عمود، عايز اخلي ده عمود، مش عايز جنريك موديل. هعمل ايه؟ عايز ده يتعرف ان هو عمود. هدخل على الفاميلي كاتيجوري واقول له حول لي ده لاستراكشر كولوم. خلاص؟ اتعرف كده على ان هو استراكشر كولوم واداني خصائص خاصه بالاستراكشر كولوم. زي الكود نيم، زي الشيرد، زي الاومني كلاس، الحاجات دي كلها. اقول له اوكي. مجرد ان انا هعمله في المشروع بروجكت 1، اوكي. اهو العمود اهوت اتعرف على ان هو استراكشر كولوم، ولو دخلت ايديت تايب هتلاقي ان انت تقدر تعدل فيه الخصائص بتاعته على طول 600 في 1600. يبقى حاجه مثلا بالشكل ده. لو اعمل كوبي على هذا كوبي البروجكت واحد حيكون عندي كم قلم؟ كثير. ومرات القلم مش زي بعض بيتغير. ايوه اقول لحضرتك بص بص يا باشمهندس، فاميلي مختلفة ولا لا؟ لا هقول لحضرتك بص، ما هي الفكره كلها عندي اكتر من طريقه. في عندي حاجه اسمها تايب وانستنس. يعني خلينا نرجع كده. التايب معناها ان انا لما اعدل هتعدل في كله. في خصائص تنفع تبقى في التايب، في خصائص لازم تبقى في الانستنس. بمعنى ايه؟ رقم الباب، ماشي؟ رقم الباب ده بيختلف من باب لباب، فده هيبقى في الانستنس. طب ازاي؟ خلينا نعملها مع بعض، خلينا نعملها مع بعض. السؤال متعلق بيك انت. هو بيقول ايه؟ لو انا عندي عمود مكرر اكتر من مره، تمام؟ فممكن مثلا ايه، عايز اخلي كل واحد فيهم ابعاد مختلفه، ماشي؟ ايه ما هنشوف هنعملها ازاي. طيب هخش هنا. لا هنعملها دلوقتي، هنعملها دلوقتي. طيب خلينا نخش مع بعض ايديت فاميلي. مثال حقيقي، مثال حقيقي اللي في العمود دوت. طيب خلينا في مثال حقيقي اهوت، تمام؟ اهو مثال حقيقي. انا عندي العمود دوت ليه اللي هو الاكس والواي بتوعهم، ماشي؟ خلينا ندخل في الفاميلي تايب. شايف الجزء اللي فوق دوت؟ تايب نيم. تايب نيم، ماشي؟ تايب نيم. تايب نيم يبقى انا عندي نوع معين هسميه مثلا واحد، الخصائص بتاعته كذا كذا كذا. التايب الثاني نوعها كذا. طيب خلينا نعرفها. هقول له انا عندي تايب اسمه 600 في 600، ماشي؟ اوكي. يبقى لازم اجي هنا واخلي ده 600 في 600. طيب عايز نوع كمان، هقول له اعمل لي نيو تايب هسميه 800 في 800، وهخلي ده 800 في 800. عايز نوع كمان اخليه 900 في 900، واقول له اوكي، تمام؟ خلي ده 900 في 900، واقول له اوكي. هبدا بقى احمل الفاميلي دي في قلب المشروع. الله ينور عليك. لو عملت سيلكت على دوت وقلت له ايه؟ انا عايز الفاميلي اللي هي 600 في 600، خلاص اهي. طيب انا عايز اللي قبل كده 800 في 800، انا عايز اللي قبل كده اللي هي 900 في 900، تمام؟ انت عايز كذا كوبي؟ ما انا اقول لك عايز كذا كوبي. هعمل كده كوبي اهو، وكوبي كمان اهو،
طيب بعد ما نسخت ده هقول له هنا انا عايز ده تبقى 600 في 600 وعايز ده تبقى 900 في 900. يبقى انا عندي كذا نوع وكل واحد فيهم في مكان، واحد مثلا هنا، واحد فيهم هنا، واحد فيهم مثلا هنحط مثلا هنا. طيب في حاجه ممكن الناس تكون لاحظتها، ان انا عندي هنا نوع محطوط هنا اسمه فاميلي، فاميلي 1 ده زمان قبل ما نعمل كذا. طيب طب امسحها ازاي؟ ممكن اجي هنا انزل اروح للفاميليز، انزل لحد الاستراكشر كولوم، اروح الفاميلي اسمها فاميلي 1 واقول له غير لي دي سماها لي مثلا 1200 في 1200. طيب يبقى انا مضطر بقى ساعتها خلينا اجي هنا ونغير اسمها مثلا لكولوم اس سي استراكشر كولوم. طيب يبقى انا مضطر بقى اجي هنا عند الفاميلي دي واقول له ايديت تايب واقول له انا عايز ادخل في ال 1200، ال 1200 دي خليها 1200 في 1200. تمام يبقى انا كده عملت كذا طيب، وكل طيب بالاسم بتاعه بالارقام بتاعته. طيب خلينا نعمل هنا سيلكت واقول له ايه ايديت فاميلي، فتح واحده جديده خالص غير اللي احنا كنا فاتحينها عشان احنا غيرنا الاسم. احنا غيرنا الاسم فبقت اسمها اس سي اللي هي ستراكشر كولوم، ففتحها فتح ساب الثانيه مفتوحه وفتح واحده جديده. تمام فانا هقفل القديمه. ونخش بقى في الجديده. لو انا عايز ده عمود في حاجه غلط فيه، لو ده عمود في حاجه غلط فيه ايه هي؟ ان انا مش متحكم في الارتفاع بتاعه. تمام؟ عايز اتحكم في الارتفاع بتاعه هو كمان. انا دلوقتي بقيت اتحكم في الابعاد، لا انا عايز اتحكم في الارتفاع. فهدخل هنا اهو. عايز ارسم بس ريفرنس بلان واحد اهو. واقول له ده دي اي من هنا لهنا. ماشي؟ وهدي له ده مثلا خلي ده الهاي اتش اي اي جي اتش دي. ونخليها طيب ولا انستنس؟ خليها انستنس. انستنس يبقى كل عمود لوحده. انستنس يبقى لما انا اغير فيه مش هتغير في الاعمده اللي حواليه. هو انسب له انستنس. العمود ده هسحبه كده واربطه. بحيث ان انا لو غيرت في ده الارتفاع بتاعه اتغير، لو انا جيت غيرت الرقم ده العمود هيطلع ويكبر معايا. ابدا بقى احمله في المشروع. لو وقفت هنا الاقي عندي الهاي موجود هنا، ممكن اخليه مثلا 2000. ايوه هيفرق معانا ايه كارتفاع؟ مش انا كنت بكون كل ملتزمه بيه بالارتفاع، فليه اعمله انا عشان دي يعني انا دلوقتي انا عامل مرتبطه بارتفاع الادوار اللي موجوده عندي في المعماري. صحيح جميل. بس اللي ممكن يحصل ايه بقى؟ انا مش عايز العمود يوصل لحد السقف، انا عايزه يبقى لحد مثلا 100 متر، نص متر، مترين، مش لازم يبقى مرتبط بالدور اللي فوق. انت عايز تتحكم في الارتفاع بتاع العمود، لان اصلا الصح ان العمود مش بيلزق في الدور اللي فوقيه على طول. لا لازم انزل 20 سم عشان ما يخبطش في الفلور. صح ولا لا؟ يعني انا المفروض مثلا لو الدور الثاني على 4 متر بنزل انا 20 سم عن ال 4 متر دول على اساس ان هو ما يخشش في قلب الفلور. الصح بقى بقول مثلا ماينس 200 ماينس 300 مثلا. تمام؟ ما هو ساعات انا ببقى العمود دوت مثلا بيبقى مثلا متر ونص لفوق، يعني انا في ساعات ايه بيبقى عندي جزء معين الفلور في نص الدور. تمام؟ يعني ساعات بيبقى واخد دور ونص مثلا حاجه زي كده. فهو بيبقى ايه؟ بحطها احتياطي، لو انا مش عايزها خلاص بخليه يرتبط بالدور اللي فوق خلاص. بعمل له اتشمنت للدور اللي فوق. فهو ده حاجه اختياريه بس بنستخدمها كتير. هو اوتوماتيك لقط ان في هنا ريبار، ولقط ان هو موف وذ جريد، يعني لو في جريد يبدا يتحرك معايا. هو خد الخصائص بتاعه الاستراكشر كله. معلش بالمره طالما هنا في اللي انا اقدر ان انا احدد
انت عايز الصراحه عمود؟ انت تحت امرك، مفيش مشكله. لا لو احنا عايزين نتكلم على تصليح العمود، هخش هنا في الاستراكشر تمام، بلاقي عندي حاجه اسمها reinforcement. مثلا هقول له ريبار، بيقول لي ريبار شيب ديفينيشن ويل انكلود هوكس اند ويل بي اجنورد اند تريتمنت. طيب اوكي، بيقول لي المشروع ده ما فيهوش اي حاجات خاصه بالريبار، فصح. لا هعملها، هناخد منها نبذه وبعد كده هناخدها في مره ثانيه. الفكره كلها ان انا لازم اكون محمل استراكشر تمبليت، ماشي. طيب بعد كده التسليح دوت هقول له مثلا انا عندي عمود اهوت، تمام. وبعد كده ممكن اقول له مثلا عايز اعمل الايزوليت ات كولوم، يعني بحط قاعده للعمود اهي بالشكل دوت، ماشي. ظهر في الدور اللي تحت، يعني لو دخلت هنا في 3 دي هنلاقي العمود بالشكل دوت. هقول له انا عايز هيدن لاين بالشكل دوت. دي الجزء ده، النقطه دي خاصه بال اللود. لو دخلت قلت له اناليسيس في دي، في الاناليسيس هلاقي كل حاجه خاصه بالاناليسيس اهي، فاقدر اخفيها الاناليسيس كولوم، تمام. ممكن اقول له اول واقول له مش عايز انا الاناليسيس دلوقتي. اغلب الحاجات دي استراكشر، ما عدا حاجات قليله خاصه بالتكييف، فاغفل الجزء الخاص بالاناليس. طيب انا عايز ابدا التسليح، فاقول له بقى هنا انا عايز الريبار، فجاب لي الحاجات اللي هي خاصه بالتسليح. مثلا عايز اصلح بالريبار شيب، تمام. ببدا اقول له بقى انا عايز مثلا الكفر بتاعي برر ليه ولا بيربنديكولار تو كفر. شايف العمود او في سيخ حديد واحد بس اللي اتحط دلوقتي، ده سنجل. ممكن اقول لا ده انا عايز فيكسد نمبر، يعني عايز 3 مثلا يطلعوا بالشكل دوت، عايز 4 5 6 بالشكل دوت. لا ده انا عايزهم مش عايزهم ماكسيمم سبيس، انا عايزهم مثلا نمبر وسبيسنج اهو، فبيديني رقم ومسافه اقدر احدد المسافه اللي بينهم قد ايه، تمام. يعني الفيكسد نمبر دي اعتقد اسهل اهي، فببدا احط بقى التسليح بتاعي. تمام. ممكن بعد كده اخدهم بقى كده كوبي. طيب عايز ابدا مثلا احط الهوك بتاعي، فاقول له ريبار وابدا اشوف بقى الهوك بتاعي. الشكل ده مثلا اهو، تمام. هو انا معمول ان هو يتعمل بيربنديكولار، فاقول له لا برري اهو، هيبدا بقى يحطه بالشكل دوت مثلا، تمام. ممكن انا ادخل ده مثلا جوه شويه كده ولا شويه كده. ممكن بقى ايه اقول له انا عايز اشوف الحاجات دي في 3 دي، فاعمل سيلكت على التسليح، تمام. وعندي حاجه اسمها فيو فيزابيلتي ستيتس، لان هو ساعات ما بيظهرش في 3 دي، فاقول له انا عايز اشوفهم سوليد في 3 دي. فندخل في 3 دي، ده طلع هو الشكل كله، بس هحتاج بقى ان انا اقول له فاين بالشكل دوت. طيب انا عندي ده محطوط مره واحده، لا انا عايزه اكتر من مره، فاقول له مثلا فيكسد نمبر واقول له انا عايزه مثلا 6 مرات او 7 مرات زي ما انا عايز، فيبدا يعملوا لي بالشكل دوت، تمام. يعني هنا الريبار مشكلته ان هو بياخد وقت عشان اصلح عمود، ففي حاجات بتبقى ادنس للستاب عشان توفر علينا الوقت في الحاجات دوت. طبعا انا ممكن اتحكم في الحاجه اللي انا عملتها، يعني بعد ما عملت دوت مثلا ممكن اقول له لا ده انا عايزها تنزل تحت شويه على اساس ايه يرتبط باللي تحتيه مثلا اهو، تمام. ممكن اقول له مثلا انا عايز اعمل اديت ليه، على اساس ان عايز يبقى واخد شكل منحنى مثلا، اديت سكتش، تمام. بمعنى ايه؟ انا مش عايزه خط كده بس، انا عايزه بعد ما ينزل ياخد خط كده
اقول له اوكي، فهو اوتوماتيك بيعمل لي الارك ديت، تمام، بحيث انها تبقى زي ما يحصل في الواقع يعني. وطبعا عندي حاجات خاصة بالاريا والباص والفابريك، الكفر، الكفر دي مقصود بيها هيسيب مسافة قد ايه من ناحيته ومن ناحيتي. اقدر ادخل هنا واقول له سيب لي مثلا مسافة قد كده في النوع الفلاني، فلما اجي اعمل الشغل بتاعي ببدا اشوف انا هسيب قد ايه. الريبار كفر من الفيس هسيب قد ايه مثلا، كل ما اختار النوع بيقلل المسافة اللي المفروض هتتساب. وهكذا، تمام. وده برضو ممكن تيجي هنا وتقول له لا ده انا عايز اغير الشكل بتاعه، edit shape edit sketch، وتبدا تعدلي بقى في الشكل بتاعه من التوب. هشيل العلامه ديت بحيث ايه اقدر اعدل في الشكل بتاعي. مش بس انا اعتقد الايه الأجهزة بتاعتي عندكم. اه احنا عندنا الحمد لله سليم. انتوا برضه اصلا عندكم؟ لا ما كانش عندي. اه الحمد لله. طيب احنا عايزين نسطر نفس وركس عشان نشتغل عليه بكره. هو شغل بس حليب يعني، مش يديني كده يعني. محتاج رن، نقول له رن، ما هو لما نقول له رن لان هو عندك نفس اوركس؟ خلينا نسوي. طيب خلينا نسوي.